أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن هل ينكر الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى الفطور ثم رجع البصر كهاتين ينقلب إليك البصر خاسيا الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز فادركوا لم يدركوا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير إنا كنا في ضلال الحمد لله ثم الحمد لله.